بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هيتكلم عن حاجة بسيطة خالص، وهي عبارة عن إزاي بعمل تراكنج للميلتنج فرونت في الفيز تشينج ماتيريال. المشكلة دي مشكلة بسيطة جدا، بس يعني على سبيل المثال زي ما هو موضح أمام حضراتكم كده، أنا عندي هيت جاية من الجنب اليمين ده كده، من جنب الشمال ده، وبالتالي بيحصل جزء حصل له انصهار وجزء تاني لسه ما حصلوش انصهار. فانا عاوز اجيب الداتا بوينت بي للميلتنج فرونت ده بحيث ان هي تطلع كيرف بالنسبه لي واحطها بصيغه كويسه في اي شغل او في اي بحث. فالحل في الموضوع ده حل بسيط خالص، بيتم باستخدام برنامج اسمه برنامج اسمه ديجيتايزر. ده الويب سايت بتاع البرنامج ده، هو فري موجود اونلاين، ممكن تستخدمه على طول دايما كده اونلاين من على الويب سايت. ان شاء الله احط اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. اول ما بنعمل لانش كده وبعدين نلود الايمج، الصوره اللي احنا اخترناها عايزين نعمل لها الميلتنج فرونت دي بنجيبها من على الديسكتوب، وهي الصوره اللي موجوده بالشكل ده امام حضراتكم، وبختار تو دايمنشن اللي هي اكس واي بلوت الشكل ده. ده بيوصف لي ازاي احط الاثنين كوردينات على الصوره دي، فانا بختار وبقول له بروسيد عادي مفيش منها مشكله. البعد الافقي للكافيتي دي كان 3 سنتي، وبالتالي انا هختار نقطه في اول الكافيتي دي من هنا ونقطه في نهايته، وبالتالي النقط دي هحط لها الكوردينيتس بتاعتها، ومحتاج احط كمان نقطتين تانيين، فانا بحط النقطه في اتجاه الواي مينيمم والواي الواي ماكسيمم، وبالتالي بقى عندي كل الاربع نقط. فانا بقول له اي كومبليت كومبليت بالشكل ده كده، بقول له حط الاحداثيات بتاع النقط. النقطه الاولانيه اللي هي الاولانيه اللي انا حطيتها هنا دي اللي هي بإكس بزيرو، والنقطة التانية هي الإكس كانت بتلاتة سنتي فأنا هحط تلاتة، والواي النقطة التانية الواي بتاعتها بزيرو، والمسافة الرأسية كانت 5 سنتي خلاص. وبقوم أختار السليكشن ده اللي أسيوم أكسس أر بيرفكتلي ألايند، نختار الأوبشن ده ونقول له أوكي. بقى بالشكل ده أنا بالصورة دي بالنسبة لي بقى هو البرنامج ده فاهم، يقدر يجيب لي الكوردينيتس بتاع أي نقطة موجودة في الرسمة اللي موجودة عندنا هنا كده. وبالتالي هبدأ أمشي بدقة شوية على الميلتنج فرونت ده بالشكل ده كده، وأبدأ أجمع الداتا دي أهو، بمشي على شكل الميلتنج فرونت اللي هو الحد الفاصل ما بين السوليد فيز والليكويد فيز. طبعا هنركز شوية قوي علشان نجيب الميلتنج فرونت ده بأكتر دقة ممكنة كده. وطبعا كل ما كترنا عدد النقط كل ما كان افضل بالنسبه لي، بس علشان ما نضيعش وقت حضراتكم فانا اخترت كميه النقط دي كده. بعد ما اخترت كل النقط دي بقوم قايل له فيو داتا، وري لي الداتا اللي انت حصلت عليها، هي دي شكل الداتا اللي موجوده. باخد الداتا دي كنترول A واخدها كوبي واروح في اكسل شيت عادي خالص مش كده، واجي على الاكسل شيت ده واعمل بيست للداتا دي. الداتا دي في بعض الاوقات بتبقى داتا مفصوله بالشكل ده، بتظهر ان هي مفصوله واحد في اتجاه الاكس اللي هي الاكس كولوم والواي كولوم اللي هي الاكس فاليو والواي فاليو، وفي بعض الاوقات بتبقى الاثنين لازقين في بعض. فلو حصل ان هم الاثنين دول لازقين في بعض باجي افصلهم من داتا واختار تكست تو كولوم والكلام ده كله. الطريقه دي سهله معروفه واغلب الناس عارفينها، اما هو في الحاله بتاعتنا هنا يعني تعال نشوف كده في بعض الاوقات، لان هي في بعض الاوقات بتظهر وفي ناس ما بتعرفش تحل المشكله دي. فانا هفتح شيت تاني اهوت الاكس خالص اهو، وهاجي على الداتا دي واقوم عامل بيست اهو، برضه موجودة مفصولة خلاص مفيش مشكلة يعني. بس هي في بعض الأوقات بتبقى الاتنين داتا دول لازقين في بعض. فتعالوا نتخيل كده إن الداتا دي أهو مثلا على سبيل المثال بيبقى ما بينهم كوما كده وأي رقم تاني خلاص، بيبقى الداتا بتاعتي بالشكل ده كده على سبيل المثال بهذا الشكل. تخيل معايا الداتا بتاع القيمة دي اتنين نقطتين جنب بعض اهو، بيجيب لي اكس وواي وجهه الاثنين دول جنب بعض وعاوز افصلهم. فانا بضغط بس على الخليه بتاعتي واقول له تكست تو كولوم واختار ديليمتد واقول له نيكست، وهي المسافه ما بينهم كانت كوما، فبالتالي انا اخترت كوما، المسافه ما بين الاثنين رقم دول كوما، فانا اخترت كوما دي وقلت له نيكست وفينش، اوتوماتيك بيقوم فصلهم لي في اتنين كول. الكلام ده هيبقى مفيد جدا لو انا عندي اكتر من داتا من نقطه، وبالتالي ده هياخد وقت مننا لو عملتها مانوال، وبالتالي الاوبشن ده بنعمله ايا كان. فهي خلاص بقت الداتا موجوده بالنسبه لي اللي احنا عملناها بالشكل ده كده، دي كل الداتا اللي طلعت. انا بس هاخد الداتا دي واحطها في كولوم بالشكل ده كده واقول ان دي قيم اكس ودي القيم بتاعه واي،
وانا هحطهم بالشكل ده. ده شكل الميلتنج فرونت عند بعد 10 مينت. هنقدر نجيب برضو نفس الحكايه للميلتنج فرونت مثلا بعد ربع ساعه مثلا، كان شكل الميلتنج فرونت بعد 40 دقيقه بقى شكل ده، يعني اكبر الجزء الكبير انصهر، وفي بقى في جزء تاني صغير لسه ما انصهرش. فانا عاوز اجيب البروفايل ده شكله عامل ازاي. هنكرر نفس الموضوع بنفس الطريقه دي بالظبط، وهنبدا نرسم ايه الداتا بالشكل ده، وبيظهر عندي الكيرف بالشكل ده. بقت عندي اتحولت الصوره اللي انا كنت واخدها بالموبايل بتاعي لمجموعه من الداتا اللي انا احطها بصوره بروفيشنال، وممكن احطها في بحث وتبقى الطريقه احسن واقوى. طبعا ان ما بين 10 ل 40 ممكن اجيب اكتر من 5 صور او 6 صور، وبالتالي كل الكيرفات دي ممكن تزيد هنا في الحته دي، او قبل ال 10 مينت او بعد ال 10 مينت، وبالتالي ده يكون افضل في طريقه عرض النتائج. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، ومتشكرين جدا لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.